صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس. نعم، إلى الآن نقول أنه يوم الخميس الونيس، وأطل عليكم أنا الثاني خميس، خميس الطاف طلعت عليكم الخميس أيضا. إن شاء الله يكون غدا الجمعة، هو يعني آخر الأسبوع، يكون نهاية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، قدرنا نحقق في جزء من طموحاتنا، من الأفكار اللي في بالنا، وخدمنا في هذا الوطن المعطي، وطننا الإمارات. ندعو دائما أن يعم علينا نعمة الأمن والأمان، ونعمة شيوخنا الرائعين الذين دائما يتطلعون إلى ما هو يسعد الشعب الإمارات ومقيمين أو مواطنين. نصبح عليكم بالخير من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، اللي يطلع عليكم كل يوم مثل ما تعودتوا من الاثنين إلى الجمعة. نطرح فيه أهم المواضيع الطبية، نطرح فيها آخر الأخبار، الأخبار الصحية اللي تهمكم، الدراسات الصحية اللي تهمكم، ويكون عندنا أيضا ضيوف مميزين نتواصل معاهم، يطرحون مواضيع تهمكم، حديث يعني أسئلة توصلنا منكم، نخلي الضيوف يناقشون هالمواضيع، خلينا نقول مواضيع الساخنة على الساحة الطبية، وأكيد نستقبل من خلالها مكالماتكم واقتراحاتكم على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. في البداية دائما عندنا الخبر أو الدراسة، خلينا نقول الجلوس، أعتقد هالدراسة يعني إحنا كنا نعرفها، لكن أعتقد يمكن يبين فيها معلومات جديدة. يقول الجلوس لفترة طويلة يسبب يهدد بجلطة الساق. حذر اختصاصي طب السفر البروفيسور الألماني يورجن رينغفالد، أتمنى أكون قريت اسمه صح، أتمنى ما يسمع الحلقة عشان ما يسمع اسمه غلط مني أنا رينغفالد، من أن الجلوس لمدة طويلة أثناء رحلات الطيران الطويلة مثلا يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، حيث يتسبب توقف حركة عضلات باطن الساق في حدوث خلل بسريان الدم، ثم يتخثر الدم طبعا، وفي أسوأ الحالات قد يتحرك الدم المتخثر يصل إلى الرئة، مسببا جلطة رئوية تهدد الحياة. اختصاصي طب السفر، ولا اختصاصي حلو، اختصاصي طب السفر ممكن تكون فكرة للناس اللي ناويين يتخصصون بعدهم في الثانوية، حلو اختصاصي طب السفر، اختصاص جميل والله، يلا اللي حين في الثانوية خلي يتخصصون التخصص. أتوقع أن اختصاص يشمل الصحة والسفر، يعني الأفييشن أو الطيران بشكل عام، جميل هالتخصص. اختصاصي طب السفر الألماني أوضح أن العوامل التي ترفع خطر الإصابة بجلطة الساق تتمثل طبعا أول شيء في التقدم في العمر، لأن العضلات تكون أضعف والدورة الدموية تكون أبطأ، أقل سرعة من الناس اللي في الأعمار الأصغر، والحمل مثل ما قلنا أيضا، لأن الحمل يسبب ضغط على الأوردة الدموية الموجودة في الساق، والسمنة والتدخين ودوالي الساقين وقصور القلب وأمراض السرطان والخضوع لجراحة مؤخرا. ليش الخضوع لجراحة مؤخرا؟ لأن طبعا الناس اللي تعرض كان يعني خضعوا لأي جراحة، وطبعا أتوقع قصدهم الجراحات الكبيرة مو الجراحات الصغيرة اللي يسمونها الدي سيرجري، يعني يوم واحد تطلع الجراحات شوية تكون كبيرة. التخدير والجلوس فترة طويلة في السرير يؤدي إلى بطء الدورة الدموية، وغير هذا بيصير قاعد في الطيارة فترة طويلة، فيكون في بطء أكثر في الدورة الدموية، بالتالي هناك عرضة أكثر للإصابة بجلطات الساق. وللحد من خطر الإصابة بجلطة الساق ينبغي طبعا تحريك الساقين والنهوض من حين إلى الآخر، شرب السوائل على نحو كاف بمعدل ربع لتر كل ساعتين من أجل تحسين خصائص سريان الدم، مع مراعاة الإقلال من مشروبات المدرة البول مثل القهوة. أنا كنت بقوله في الطيارة ما نشرب المشروبات تدر البول، لأن نحاول يتم سمنا مرطب خلال رحلات السفر، لأن جو الطائرة جاف جدا، ما في رطوبة يعني نحتاجها خصوصا لبشرتنا، يعني ركوب الطائرة قاسي جدا على بشرتنا وعلى جسمنا، فيجب أن نحرص على شرب كمية كافية من الماء، نشرب مياه أفضل دائما نشرب طبعا الماء، ممكن نشرب بعض من العصائر، ولكن العصائر محتواها في السكر جدا عالي، فنفضل دائما نشرب المياه بشكل مستمر.
ومن المهم أيضا ارتداء الملابس الضيقة. قصدي ملابس الضيقة إن تكون ضيقة عند القدم، مثل اللي يسمون اللي هو البنطلون اللي يكون شوي راس عند القدم، الغرض منه إنه يقوم بقبض عضلات الساقين، بالتالي يدفع الدورة الدموية إلى فوق. طبعا لا ينصح بوضع الساقين فوق بعضهما لمدة طويلة. وطبعا الناس المعرضين لخطر الإصابة بالجلطة عليهم ارتداء الجوارب الضاغطة. الجوارب الضاغطة هي عبارة عن تكرمون مثل دلاغات أو جوارب تنباع حتى في الصيدليات برا، تكون ضاغطة على الساق. أحد المفاهيم الخاطئة اللي الناس عندنا عن هالجوارب الضاغطة، يقول لك يلبسونها شوي عقب ما يلبسونها. ليش؟ يقول لك دكتورة مش مريحة وايد تضغط ريلي. الفكرة إنها تضغط الريل. ليش؟ لأن الناس اللي عندهم خطر إصابة بجلطات الساق، هم أحد الأسباب تكون عضلات القدم عندهم ضعيفة، والصمام المسؤول عن تنظيم حركة الدم في الأوعية الدموية في الساق يكون لا يعمل بشكل سليم. هذا الصمام ما يتسكر بشكل كامل، بالتالي يسبب أن الدم يتجمع في الساق تحت فيسبب الجلطة. لبس الضاغط القصد منه أنه يقوم بضغط عضلات الساقين، بالتالي هذا الضغط يقوم يكبس أو يضغط على الأوعية الدموية فيدفع الدم إلى فوق. هي عبارة تعرفون يعني عملية فيزيائية جدا بسيطة لكن منقذة للحياة. فاللي عنده جورب ضاغط يجب أن يكون الجورب غير مريح. إذا كان مريح معناه ما قاعد يضغط القدم أو الساق بشكل جيد. والناس اللي عندهم خطر الإصابة بجلطات الساق، أنا أنصحهم أنهم يشوفون طبيبهم اللي يعالجون عنده أمراض الدم، أو أي كان طبيبهم يعالجون عنده، أو طبيب الأوعية الدموية، ويقولون له مثلا عندي رحلة طويلة 16 ساعة 10 ساعات أيا كان، يوصف لهم جورب ضاغط مناسب. قد ينصحهم يأخذون أدوية مسيلة شوية، قد ينصحهم بتغيير حتى في بعض العادات الغذائية لتجنب خطر الإصابة بالجلطات على الطائرة. احنا اخذنا شوي من فقره السوشيال ميديا الاسمه، اتمنى اسم الجناحي سامحني، يعني اخذت شوي دقيقتين من الفقره مالتها، لكن ان شاء الله تتدارك اسم الموضوع وتعطينا جديد السوشيال ميديا. واتوقع اصلا اسمه في منتدى دبي الصحي. صباحك وردي يا اسمه. صبحكم الله بالنور والدكتور عليكم وعلى كل المتابعين اذاعه دبي. انت موجوده في المنتدى اليوم؟ مثل ما قلت انا موجوده في منتدى دبي الصحي، وتقريبا اغلب اخبارنا اللي كنا حاطينها خلال الاربعه ساعه الماضيه كانت متعلقه بمنتدى دبي الصحي. يوم امس تشرفت بحضور وهي من الاخبار اللي حطيناها من قنوات التواصل الاجتماعي، صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يزور معرض التجهيزات والحلول الذكيه الطبيه المعقده ضمن فعاليات منتدى دبي الصحي، واللي تنظمها هيئة صحة دبي في مركز دبي التجاري العالمي. أيضا من ضمن الأخبار اللي حطيناها هي تغريدة كانت لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. التغريدة تقول افتتحنا اليوم منتدى دبي الصحي بمشاركة 2000 من قادة ومسؤولي المؤسسات الصحية والعلماء والأطباء من الإمارات وأكثر من 30 دولة، واطلعنا على مشاريع ومبادرات قطاعنا الصحي المتطور وما يمتلكه من أحدث وأفضل تقنيات والتجهيزات العالمية لتوفير أكثر أشكال العلاج والرعاية الصحية فاعلية. تقريبا هاي كانت أيضا من ضمن الأشياء كنا حاطين تغطيات حول الجلسات اللي كانت موجودة، حول الأقسام اللي موجودة، وأيضا على الستوريز من الجميع اللي تابعنا. وهذه فقرتنا كانت هذا اليوم تتكلم عن منتدى دبي الصحي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساش دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. أنا بخلص من الإذاعة بعد بس بنضم لهم اليوم في منتدى دبي الصحي. اليوم هو آخر يوم في المنتدى. طبعا أمس أنا حضرت المنتدى كان رائع جدا، يعني المواضيع المطروحة مواضيع جديدة، كان في موضوع جدا جدا مهم اللي هو كيف ممكن القطاع الصحي يستفيد من تجربة قطاع الطيران لتحسين خدمات القطاع الصحي. يعني واحد يقول شو علاقة القطاع الصحي بقطاع الطيران، لكن أمس كانت الجلسة جدا جدا جميلة. كان دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية هي تدير الجلسة، كانت جدا جميلة. كان الضيف دكتور رضا من أتوقع من مطار دبي، كان جدا
جدا يعني معلومات جدا مفيدة كيف ممكن نستفيد نحن في القطاع الصحي من قطاع الطيران. ما تلاحظون كلام وايد على الطيران أمس، على الطيران الحين قاعد أقول على الطيران، وكان في الدكتور أخصائي السفر في الدراسة. فأعتقد هذه إشارة اللي يسمعنا وبعده محتار شو ممكن يتخصص، نبغى على البلاد يدرسون يكونون أخصائيين في طب السفر. أعتقد تخصص جديد أتوقع ما في، مو موجود عندنا، فيكون عندنا جميع التخصصات. أتوقع تخصص طب السفر هو التخصصات اللي راح تكون مطلوبة حتى في المستقبل مع تسهيلات السفر والطيران حول العالم وغيره. فهذه إن شاء الله تكون إشارة للناس اللي الحين في الثانوية مو بعارفة بعدين شو تختار من تخصص عشان تدرس. هو أتوقع طب لكن تفرع منه تخصص طب السفر. احنا راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع حبيب الى قلبي جدا في فقره التغذيه، فوائد زيت الزيتون. انا وايد احب زيت الزيتون واحس وايد له فوائد بعدنا ما اكتشفناها. فراح نتكلم مع استاذه لميا مصطفوي اختصاصيه التغذيه السريريه بهيئه الصحه بدبي عن فوائد زيت الزيتون بعد الفاصل. فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل إن زيت الزيتون له العديد من الفوائد، فهو يستخدم لتحسين وتعزيز الصحة العامة للشخص بما في ذلك صحة البشرة وصحة الشعر والوقاية من العديد من الأمراض. وأنا أقول لكم زيت الزيتون للبنات اللي يتابعون صحة وسعادة أفضل شيء لبشرة صحية. زيت الزيتون مرطب جدا جميل للبشرة الصحية، والناس اللي عندهم إكزيما مرضاي في العيادة دائما أقولهم حق زيت الزيتون شو يسوون فيه عشان الإكزيما، يخلطون أي كريم بشرة غير معطر، في كريمات البشرة مش معطرة تنباع في الجمعيات ما فيها عطر، ويحطون عليه قليل من زيت الزيتون، يعطي ترطيب رائع للبشرة، يغذي الجلد ويقلل من الإكزيما. طبعا مو بالإكزيما الشديدة الملتهبة والتاج، لا الإكزيما العادية اللي وايد من الأطفال عندهم، كثير من الناس الكبار عندهم يكون في جفاف في البشرة، تحسون الجلد شوي متقشر. زيت الزيتون يعتبر علاج رائع للإكزيما، وايد ما شاء الله المرضى جربوه وفعلا فعلا فادهم، لأن زيت الزيتون مع مضادات الأكسدة الموجودة فيه، يعني ما بأخذ يعني معلومات أخصائية التغذية بتعطينا معلومات أكثر، لكن غني بمضادات الأكسدة اللي تساعد البشرة والجلد إن أيضا يقاومون التصبغات والحبوب، وها وايد من البنات يحاتون الحبوب وغيرها. فاستخدم زيت الزيتون حتى البشرة، بتلاحظين البشرة تسوي تلق من كثر ما هي حلوة وجميلة. راح نروح الحين لأخصائية التغذية الأستاذة لميا مصطفوي اختصاصية التغذية السريرية بيئة الصحة بدبي، بتقولنا عن زيت الزيتون. صباح الورد أستاذة لميا. صباح النور، هلا حيكي. هلا فيك، صحة وسعادة. الله يسلمك، رادي شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، الله يعافيك. شو رأيك بموضوع زيت الزيتون للجمال والبشرة؟ حبيبتي جزاك الله خير، كفيتي ووفيتي ما شاء الله عليك، ما قصرتي. انا يعني احس من تجربه شخصيه ومن مرضاي زيت الزيتون فعلا يساعد البشره والجلد، خصوصا الناس اللي عندهم اكزيما. بس قبل ما نتكلم عن فوائد زيت الزيتون للبشره وللجمال، نتكلم عن شو مكونات زيت الزيتون بشكل عام واهم العناصر اللي تخليه مثل ما يقولون الذهب السائل، يعني زيت الزيتون. خلينا نتكلم عن زيت الزيتون. أول شيء زيت الزيتون بالإنجليزي يسمونها الأوليف أويل، هي عبارة عن دهن سائل غني بالأحماض الدهنية الأحادية الغير مشبعة اللي فيها فوائد متنوعة، ويتم استخدامه من ثمرة الزيتون حيث يتم الحصول عليه عن طريق عصر الزيتونة كاملة. ويختلف تكوين زيت الزيتون بأصنافه على استخداماته، على يتم كيف استخدامه، على نوع الزيتون، على ارتفاع الشيار، وقت الحصاد، وعملية الاستخراج. هالأشياء تعطينا إن كيف زيت الزيتون بيكون. نتكون زيت الزيتون الأصلي من حمض الأوليك مع نسبة أقل من الأحماض الدهنية الأخرى، بما في ذلك حمض اليونيك وحمض البلمتاك. وتوجد أنواع مختلفة من زيت الزيتون مثل ما قلنا، تعتمد على كيف إحنا حصلنا عليها، اللي هي زيت الزيتون البكر الممتاز، زيت الزيتون البكر، زيت الزيتون المكرر، زيت تكل الزيتون، وزيت الزيتون الغير صافي. ممتاز. شو العناصر الغذائية الفيتامينات خلينا نقول الموجودة في زيت الزيتون؟ ما سمعت أختي. أتوقع فصل شوي الخط ورجع. أستاذة لميا، شو هي الفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون؟
فيتامينات اللي هي موجودة في زيت الزيتون، في يحتوي زيت الزيتون على فيتامين دي كي اي، وفي اللي هي ذوبان في الدهون، ويحتوي ايضا على فيتامين اي. ممتاز. يعني تساعدنا وايد على مثلا فيتامين اي، هي احنا نستخدمها اكثر شيء حق حق النظر، يقولون هي زينه، تساعدنا وايد على هالمنطق بعد. فهاي هي مكونات زيت الزيتون. ممتاز. شو هي استخدامات زيت الزيتون وليش هو مفيد لما احنا نستخدمه في استخدامات المختلفة سواء أكل أو غيره؟ إنزين، اللي هي مثل ما نقول إحنا فوائد زيت الزيتون، فوائد زيت الزيتون هي مثلاً هي مضادة للالتهابات، لأن الالتهاب المزمن هو محرك رئيسي للأمراض مثل السرطان عينه وعليكم، وأمراض القلب مثل لازمة التمثيل الغذائي، أمراض السكري، أمراض الزهايمر، التهاب المفاصل، وحتى السمنة. يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة اللي تمتلك التأثير الرئيسي لمضادات الالتهابات. لأن زيت الزيتون اللي هو يساعدنا حق القلب، ليش؟ لأنه شافوا أصلا عند الدول اللي فيها البحر المتوسط أقل شيوعا عند الأمراض القلب، يوم شافوا درسوا الإجراءات هذيلة عرفوا أن هالدول تتغذى وايد على زيت الزيتون. بدنا أن زيت الزيتون اللي هو الوقاية في السرطانات، لأن موجودة فيها مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون يقلل من أثار الأكسيد الجذور الحرة والتي يعتقد أنها المحرك الأساسي للسرطان. وثبت المختبرات ثبت أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أنها تقاوم خلايا سرطانية. بعدين شيء أساسي أن إحنا اللي هو تخفيف الوزن وهالأشياء، فزيت الزيتون حتى له فائدة تخفيف الوزن، أنه يساهم زيت الزيتون في حساسية الأنسولين وتقلل الأنسولين الزايد، حيث يمكن أن يجعل الهرمون الأنسولين نكسب الدهون، نكسب الوزن سوري، ويحدث استهلاك الدهون على الشعور بالشبع، ويساعد على تقليل الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناوله. وقد يكون هذا أحد أسباب اللي جعلت العديد من الدراسات تثبت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون لا تؤدي إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن بسهولة كما تفعل الأنظمة الغذائية اللي هي متوازنة. بعدين أن فوائده على محاربة الشيخوخة، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على نوع من مضاد الأكسدة اللي هي تساعد على تنشيط الجينات اللي تساهم في مكافحة الشيخوخة وتقلل الاجتهاد الاجتهاد. وأثبت أن الدراسات أن زيت الزيتون يرتبط بشكل كبير مع درجات أعلى من مؤشر الشيخوخة خاصة اللي يزيد أعمارهم بين 70 سنة. ممتاز. مع شاء الله مع كل هالفوائد مال زيت الزيتون، قد يعني البعض مثل ما يقول يتحمس ويستهلك كميات كبيرة من زيت الزيتون على اعتبار أنه مفيد وأنه زين وأنه يحمي من وايد أمراض، لكن طبعا كل شيء يزيد عن حده قد يؤدي إلى أضرار. فشو الكميات المسموح بتناولها يوميا من زيت الزيتون؟ زين، وايد من ربات البيوت يقولون زيت الزيتون وايد مفيد، نحب نستخدمها وايد في الطبخ وغيره، لكن الكمية المسموح بها من خبراء التغذية هي 4 ملاعق صغيرة في اليوم إذا كان للرجال أو للنساء. لكن إذا كان مثل الرجل أو النساء يكون بعمل رياضة بزيادة، هذا إحنا نقول لا 6 ملاعق، وإذا كانت الحرمة أو الريان يبقى ينزل وزنه نقلله ل3 ملاعق في اليوم. ف3 ملاعق في اليوم للشخص البالغ. إيه نعم. ممتاز. هل الإكثار من تناول زيت الزيتون يسبب مشاكل في زيادة الوزن؟ هل يزيد الوزن عند الناس؟ أعتقد أنا البحثت شوي من هالموضوع. هي نعم، زيت الزيتون له أثار جانبية بعد، يعني مثل ما قلنا من ساعة اللي مثل ما قلت أنت الأستاذة ندى، إن اللي يزيد عن حده ينقلب وده. طبعا له أثار جانبية، إن يؤدي زيت الزيتون عالي سعرات الحرارية، حيث يحتوي 15 ملم منه على 120 سعرة حرارية، وذلك يسبب زيادة وزن. ويمكن أن يسبب زيت الزيتون التهاب الجلد، وإذا كان الناس يعاني من أمراض الحساسية،
ويسبب شرب زيت الزيتون الريق الإسهال في حال تناول كثير منه، كما يؤدي إلى عسر عسر الهضم والانتفاخات وغازات البطن وحركة المعدة. وقد تضرر بعض أنواع الشعر مثل الشعر الجاف والشعر الرقيق ومن وضع الزيت الزيتون عليه، ذلك لأن في هذه الحالة يجعل ملمس الشعر دهنيا وثقيلا ويسد مسامات الرأس ويضاعف بصيلات الشعر فيزداد تساقطه بدل من أن يفيد الشعر منه. ممتاز. في نصيحة أخيرة حابة توجيه المستمعين بخصوص استخدام زيت الزيتون؟ هي نعم أختي، في ناس يستخدمون زيت الزيتون للطبخ، فإحنا نقول أن زيت الزيتون مش عشان يعني مثل ما تقولين ما ينطبخ بدرجات حرارية عالية، وهذا يعني يجب تأثير عكسي، حيث يؤدي الطبخ باستخدام زيت الزيتون في درجات حرارية عالية لتغيير مكونات الزيت الزيتون الكيميائي، وينتج عنه مركبات تساهم في تدهور الوظيفة المعدمة الإضافة التي يحدث منها الزيت الزيتون. ويفضل دائما إلى الشواء الطعام أو الطبخ على البخار لتخفيف من استهلاك الزيوت. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة لمية مصطفوي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معانا اليوم بخصوص فوائد زيت الزيتون. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. مثل ما ذكرت أستاذة لمية، ما شاء الله فوائد زيت الزيتون لا تعد ولا تحصى من كثر الفوائد الموجودة فيه. ورد أقول لكل البنات يتابعوني والأمهات، حتى لعيالكم استخدموا زيت الزيتون بخلطه مع أي كريم مرطب غير عطري للأطفال عندهم إكزيما، حتى بدون إكزيما في الشتاء بشرة الأطفال تجف من الهواء الجاف، قاعد المكيف طول اليوم، السباحة في المسابح في الصيف، فاستخدموا زيت الزيتون وخلطوه مع أي كريم للجسم غير معطر وتشوفون شو الفوائد. مع الاستمرار كل يوم بتشوفون فوائد كبيرة على البشرة وعلى الجلد من استخدام زيت الزيتون. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة بخصوص اختتام فعاليات منتدى دبي الصحي، بتكون معنا دكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي. مثل ما ذكرنا قبل أن منتدى دبي الصحي كان على مدى يومين أمس واليوم، فاليوم إن شاء الله اختتام فعالياته، فدكتورة وديعة بتعطينا أهم الفعاليات في منتدى دبي الصحي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. أخونا عبد الرحمن الحصاي صبح علينا وعليكم الخير، شكرا لك أخوي عبد الرحمن لمتابعتك المستمرة للبرنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، يختتم منتدى دبي الصحي مساء اليوم فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي وسط حضور لافت من أطباء والخبراء وممثلي المؤسسات الصحية وصناع القرار من مختلف دول العالم، وذلك بعد يومين من المناقشات والحوارات التي ركزت على مختلف الجوانب المتعلقة بآخر القضايا الصحية الراهنة والمستقبلية بما في ذلك الصحة الرقمية وطلب وطب الفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المحاور. للحديث عن هذا الموضوع استنى يكون اليوم عن طريق الهاتف معانا دكتورة وديعة محمد الشريف مدير إدارة التعليم الطبي في هيئة والأبحاث بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة وديعة. صباح النور والسرور، حيا الله تونا دمر حبابك. هلا فيك، صحة وسعادة. الله يحفظك. دكتورة وديعة، أول شيء نتحدث عن حجم الحضور لمنتدى دبي الصحي من الأطباء وممثلي المؤسسات الصحية، ولو على السريع نذكر الدول اللي حضر منها ممثلين لحضور المنتدى. نعم، بداية نشكركم على الاستضافة، ونحبنا نتكلم على المنتدى دبي الصحي الرابع لـ2022 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. افتتح بالأمس السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي طبعا أعمال منتدى دبي الصحي الرابع 2022 اللي تنظمها هيئة الصحة مثل ما تفضلتي في دبي مركز دبي تجاري، وتستمر أعماله حتى اليوم الخميس.
وانحضر الافتتاح معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ورعاية المجتمع، وكذلك معالي الدكتورة ليا تديسي وزيرة الصحة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية، بالإضافة إلى حضور سعادة هلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، وسعادة عوض الكبدي مدير عام هيئة الصحة في دبي. بالإضافة طبعا حضور جمع كبير من قادة المؤسسات الصحية، كبار المسؤولين، علماء، خبراء والأطباء والمتخصصين من داخل وخارج الدولة. حتى اليوم ولله الحمد تجاوز عدد المشاركين في المنتدى 2000 شخص، يمثلون أكثر من 30 دولة، بينهم 60 متحدث يشاركون خلال المنتدى في خلال هذا اليومين برؤاهم وتجاربهم من خلال 30 جلسة علمية صحية تتناول معظم أبرز المحاور اللي راح نناقشها إن شاء الله خلال المؤتمر أو المنتدى خلال الفترة. طبعا كذلك بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية ومحاضرات ومناقشات، يمكن نذكر منها إذا الوقت يسمح أبرز المحاور اللي نناقشها حاليا في المنتدى. تفضل. نعم. طبعا احنا يمكن بالدرجة الأولى احنا كان التركيز على أن نتناول 10 محاور رئيسية موزعة لها اليومين. بالأمس ناقشنا بالدرجة الأولى جائحة كوفيد-19، كيف الوضع الطبيعي الجديد والطريق إلى الشفاء، من التطعيم إلى العلاج، كيف هي منهجية فعالية الرعاية ما بعد الجائحة، وما هي أهداف التنمية المستدامة، وشو دور الإعلام في مواجهة هذه الجائحة. واليوم إن شاء الله راح نتطرق ونسلط الضوء أكثر على مجموعة الموضوعات البالغة من الأهمية بمكان كذلك، هي مثل ما تفضلتي الصحة الرقمية، الجينوم، وطب الفضاء، والبيانات الضخمة احنا نسميها البيك داتا، والذكاء الاصطناعي، والرعاية القائمة على القيمة واقتصاديات الصحة. ممتاز، هذه مواضيع جميلة، ومثل ما يقول المواضيع الساخنة الحين على الساحة، موضوع العيش يعني كيف نرجع الحياة الطبيعية ما بعد الكوفيد، فهذه جلسة جدا جميلة كانت موجودة البارحة. الدكتورة وديعة بنتكلم عن المواضيع اللي تطرح في منتدى دبي الصحي، ناقشوا خلال الجلسات العلمية موضوع المراكز الصحية الأكاديمية، فأنت كنتي رئيس لهذه الجلسة، فأول شيء نشرح للمستمعين شو يعني مراكز صحية أكاديمية وشو أهميتها وشو المحاور اللي تناقش في الجلسة. نعم، تشرفت صراحة برئاسة وإدارة هذه الجلسة العلمية، يمكن هو موضوع ذو شجون لأنه يتعلق بالتعليم والأكاديمية. اليوم تنعد المراكز الصحية الأكاديمية نسميها الأكاديميك هيلث سنترز من المراكز المتفردة في نوعيتها بالنقلة النوعية الجديدة في نظام الرعاية الصحية. طبعا هي توفر ساحات تدريب كبيره للاطباء الناشئين، بالعاده نسميهم احنا الانترنز وميديكال ستودنتس والريزيدنتس، وتمثل جميع النماذج الاخرى. يعني مثلا نلاقي احنا اليوم المؤسسات الدوليه تلاقي نفسها تقارن خدماتها ضمن نطاق المقارنه المعياريه لهذا النوع من افضل الممارسات في نموذج الرعايه الصحيه. طبعا احنا كذلك يعني بدنا نخطي خطواتهم ونستند الى رحله طويله ناجحه للمراكز الصحيه الاكاديميه اللي هي متمثلة في يمكن بالدرجة الأولى اليوم في الولايات المتحدة اللي بدأتها على مدى 50 عام الماضية، وكذلك دول أخرى متقدمة في الأكاديميك سنتر أو المراكز الصحية الأكاديمية. طبعا وسهل التفرد في نهج المراكز الصحية الأكاديمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع. فهذا النوع من التوازن هو اللي كان له أهمية بمكان، بحيث أن إحنا نوجه أن صحة المؤسسات الصحية فيها لهذه النقلة النوعية تكون يعني أكثر إحنا مراكز صحية أكاديمية، فبالتالي إحنا نضمن جودة التدريب والتعليم بالإضافة لتوفير جودة عالية من الخدمة الصحية للمجتمع. وطبعا في هذا السياق خلال الجلسة العلمية تطرق الخبراء لعدة محاور أساسية تم تسليط الضوء على مثلا الطرق المختلفة لتحديث المراكز الصحية وتمهيد الطريق لنموذج تعليمي صحي متفرد مع الحفاظ مثل ما قلنا على جودة المخرجات، وكيف نكون أكثر استدامة بالاكتفاء الذاتي. وتناولنا خلال الجلسة 5 ركائز محورية، وهي مثلا التميز في تقديم الرعاية السريرية، كيف نحافظ على المرونة المؤسسية نسميها الريزيليانس،
بالإضافة للاستثمار في الأبحاث الطبية، وعلى مدى السنوات العشر القادمة شو هي أهم أولوياتنا في الأبحاث الطبية. كذلك تطرقنا إلى الاستراتيجية المثلى للتعليم الطبي والمشاركة المجتمعية، وما هي دور أهم الاعتمادات الأساسية اليوم موجودة على الساحة العالمية فيما يخص المراكز الصحية الأكاديمية. مثلا احنا بالعادة نتطرق للACGME، نسميها Accreditation Council for Graduate Medical Education، هذا يوازي الاعتمادات مثل المنشآت الصحية مثل GCI. وكذلك الاعتماد وراح إن شاء الله قريبا نطلقها أو نكون السباقين فيها في الدولة على مستوى الدولة، الACGME نكون حاصلين عليها في الصحة بدبي، وهي طبعا هذا النظام اعتماد أمريكي عالمي لساعات التطوير المهنية. طبعا هذه أكثر المحاور الأساسية إحنا طرقنا لها خلال الجلسة العلمية، لكن إذا يسعفنا الوقت يمكن أنا أحب أناقش كذلك جلسات خلال الجلسات العلمية الثانية مثل مواضيع الصحة الرقمية، فدا يسعفنا الوقت أواصل. أكيد دكتورة وديعة تفضلي. تسلمين. طبعا احنا على جانب أولى هامش المنتدى تم عرض جد يعني صراحة مواضيع يعني ذو أهمية عالية، طرقنا من خلالها من خلال المعرض التقنيات والتجهيزات الطبية الذكية المصاحب المنتدى. طبعا هو من أهم التقنيات العلمية حاليا اللي موجودة عندنا، إذا راح يكون إن شاء الله يعني في القريب العاجل بإذن الله يعني تدشن بصورة رسمية، اللي هو مركز عالمي لأمراض وجراحة القلب. وكما طرق لسعادة مدير عام هيئة الصحة دبي أنه تم إعداد هذا المركز ليكون في مصاف المراكز العالمية المتخصصة، ويكون الأفضل الأحدث على مستوى المنطقة بمجمل تقنياته وتجهيزاته الذكية، طبعا بالإضافة إلى استقطاب نخبة الأطباء القائمين عليها. وهذه اللي بيتميز إن شاء الله المركز أنه بيوفر مناخ استشفاء فريد من نوعه، فهذا بيكون يعني بتكون الميزة النوعية أو النقلة النوعية في هذا المركز إن شاء الله، هي الكارديك إكسلنسي سنتر. طبعا احنا حاليا في مجال القلب عن طريق مركز التحكم في مستشفى راشد نتابع مرضى القلب في منازلهم، وهذا من الاشياء اللي حاب نذكرها للمجتمع، قد يكون يعني هاي فرصه توعويه اذا حابين المرضى يتعرفون على نوعيه او خاصيه هذه الخدمه الموجوده اليوم. الديره طبعا هم يديرونها جماعه مركز التحكم في مستشفى راشد، ومركز متخصص في متابعه مرضى القلب خاصه طبعا فتره الجائحه. احنا يمكن كان التركيز الاساسي على امراض اللي هم كوفيد وبوزيتيف كيسز، لكن نفس الوقت كانت فرصة ان تتخصص هذه المراكز بحيث نتابع المرضى الموجودين بالامراض المزمنة منهم مرضى القلب، فيتم متابعتهم مرضى القلب في منازلهم، وطبعا يتلقون العلاج اللازم في المستشفى، وبالتالي عن طريق مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الذكية تراقب حالة المريض وصحته بدقة وهو في البيت. مثلا احنا نتابع او جمع اللي هم في مركز التحكم يتابعون النبض ونسبه الاكسجين في الدم، نسبه السكر وغيره من المؤشرات الحيويه طبعا، ويتم ارسال اشارات للطبيب تنبيهات لحاله التطور اذا لا قدر الله مثلا تدهور حاله المريض. والامر نفسه طبعا بالنسبه للحالات المرضيه الاخرى اللي تراجع فيها مراكز الرعايه الصحيه الاوليه كذلك. بالاضافه ان تم عرض احدث روبوت مستخدم في اجراء عمليات القسطره، وهي عد من روبوتات الجيل الثاني، ومن يعني هي أهميتها أنها لها بما أنها يعني هي روبوتات متطورة جدا، ففيها دقة عالية جدا ومعدل أمان مرتفع، نسميها السيفتي مارجن. كذلك تم عرض تقنية عين المسعف الذكية، يمكن هذا من الأشياء اللي احنا بنطرق لها أنها كانت من خدمات مؤسسة دبي لخدمات الخدمات الإسعاف. التقنيات الذكية اللي كانت موجودة وهي العين المسعف هذه تعد الأولى بعد نفس الشيء على مستوى المنطقة، وهي عبارة عن نظارة يعني مجرد نظارة فائقة الدقة يرتديها المسعف، تنتقل كل شيء عن حالة مثلا المريض أو المصاب بالصوت والصورة من المكان المتواجد فيه إلى الطبيب. يعني مثلا المسعف ممكن يحضر موقع المصاب، فمجرد ما يشوفه ويحط النظارة ويشوف المريضة هذه يعني بالصوت والصورة تنقل حالة المريض إلى الطبيب في المستشفى مباشرة، وبالتالي هذا يمكن الطبيب أن تكون عنده التفاصيل اللازمة عن الحالة المرضية اللي بتوصلها خلال مثلا دقائق، وبالتالي يكون جاهز للتعامل مع حالة يعني بصورة فعالة وإميديت أفكت، يعني يكون صورة مباشرة لمجرد وصول المصاب للمستشفى يتلقى العلاج بصورة مباشرة. يمكن من الأشياء اللي كان اللي ذكرها بعد خدمات الإسعاف وإحنا نشيد فيه صراحة، والبورت الذكي.
البورد الذكي تدير من خلاله حركة خطوط سير سيارات الإسعاف الذكي. يعني لليوم عندنا تميزنا في خدمات الإسعاف بحيث إحنا يعني يمكن بالمقارنة المعيارية مع معظم دول العالم هم من الخدمات اللي جدا يعني إحنا نشيد فيها أن توصل أو تخطط مثلا المقارنة المعيارية العليا. يعني مثلا إحنا سيارات الإسعاف اليوم توصل بسرعة كبيرة جدا. هذا البورد الذكي يمكن كذلك أنه يبين كيف خطوط سير سيارات الإسعاف، وبالتالي تركز وظيفته على توضيح حالة المريض وتمييز خطورة الحالة بلون محدد، فكل خط يكون بلون محدد حسب خطورة الحالة. يعني بناء عليه يتم توجيه سيارة الإسعاف إلى المستشفى الأفضل والأسرع في طريقة الوصول إليه. آخر شيء يمكن أذكر بعد من أشهر التقنيات أو من المراكز الصحة الرقمية اللي هو عرض أحدث روبوت الجراحة المفاصل. طبعا هذا من النماذج المشرفة كذلك تم عرضه في المنتدى، وهو أحدث روبوت لعمليات جراحة الركبة والمفاصل، وحاليا ينعد الوحيد من نوعه خارج الولايات المتحدة. هذا بشكل مبسط عن كل الصحة الرقمية اللي موجودة حاليا عندنا خلال المنتدى. جميل جدا دكتورة وديعة، وأتوقع يعني أنت ذكرتيه مثل ما يقولون على العجالة وفقط رؤوس أقلام، لو حد صارت له الفرصة وراح حضر المنتدى أمس واليوم، بعد في وقت عندكم اليوم المنتدى مكمل لين المساء، بتحضرون الجلسة وبتشوفون وبتسمعون معلومات كاملة وبتشوفون بالفيديو وبالصور، ستعيشون التجربة. الكلام اللي قاعد تقول دكتورة وديعة، لأن فعلا أنا حضرت البارحة وبهرت صراحة بالجلسات وبالتقنيات اللي كانت مطروحة. فنيلي، بما أنت ذكرت كل هذه الإنجازات اللي ذكرت في منتدى دبي الصحي، نتكلم عن أهمية انعقاد مثل هالمنتديات ودورها في تعزيز المعرفة العلمية، ما بقول بس الأطباء، يعني إحنا نتكلمين عن الموضوع يخص عموم الجمهور، يعني كل حد، أهمية وجود مثل هالمنتديات الضخمة في دولة الإمارات وفي دبي تحديدا وفادتها للجمهور وللقطاع الصحي. نعم بالضبط مثل ما تفضل في دكتور ندى، يعني هي يمكن أهميتها بالدرجة الأولى هي في قيمة تبادل الخبرات. يمكن العدد الغفير ما شاء الله البارحة وهم صناع القرار، ويعني فعلا اللي هو يحطون استراتيجية الصحة على مستوى الدولة، وجودهم في الميدان هذا كان له قيمة كبيرة، وجود القيادة العليا وحضورهم بحيث أن يقفون على كل المحاور الأساسية الموجودة في المنتدى، بالإضافة إلى العرض اللي كان موجود خلال اللي هي الصحة الرقمية. يعني هذا كان يعني شيء بصورة كبيرة أن أول شيء الجمهور يكون عنده يعني فرصة توعوية كبيرة. ويعني صراحة يمكن أن أوجدها بكلمة سعادة عوض الكذبي مدير عام هيئة الصحة دبي لما ذكر في كلمة الافتتاحية أن ما مضى به العالم ويعيش الآن المراحل للتعافي من أثر جائحة كوفيد، هو يؤكد على قيمة وأهمية تبادل الخبرات. يعني لولا تبادل الخبرات في التجارب الناجحة ما تمكننا أن نوصل لمصاف الدول المتقدمة في السيطرة على الجائحة، وكذلك توثيق العلاقات بين المؤسسات الصحية وتطوير البحوث والدراسات، وكذلك يمكن الممارسات المهنية اللي هي ذات جودة عالية. بالإضافة يعني من الأهمية كذلك أن توسيع نطاق استخدام التقنيات والحلول الذكية اللي ذكرناها حاليا. يمكن هذه بالدرجة الأولى إذا نقدر نوظفها في مساعدة ويعني مثلا احنا نقولها كنترول، يمكن في تحكم والسيطرة على الحالات اللي موجودة في الصحة في المجتمع، هذه يمكن تحدث نقلة نوعية كبيرة. طبعا هذه كانت من أهم أهداف منتدى دبي الصحي واللي انطلق من أجلها، ونعمل على حقها بإذن الله في المراحل القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شاكرة للدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص اختتام فعاليات منتدى دبي الصحي وطرحك لكل المحاور والإنجازات اللي تم شرحها وطرحها في منتدى دبي الصحي. شكرا للدكتورة وديعة ونهارك سعيد. شكرا دكتور، الله يعافيك. مثل ما ذكرت دكتورة وديعة، يعني لو تذكرون احنا كنا نقول ان حضور منتدى دبي الصحي مفتوح، يعني كان في موقع ذكرناكم موقع ترمون تسجلون وتروحون تحضرون هذا المنتدى. ليش؟ لانه هو منتدى لا يعنى فقط مو بس عشان انا طبيبة او في ممرضة، لا يعنى فقط بالناس في القطاع الصحي. اريد اقول مواضيع اللي تطرح في منتدى دبي الصحي مواضيع تهم الجمهور قبل اكثر ما تعني القطاع الصحي. بتلاحظ تسمعون عن الانجازات في قطاع الصحة، وين قطاع الصحة رايح، شو التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة
مثل ما ذكرت دكتور وديعة عن الروبوت، الجيل الثالث من الروبوت، مراقبة المرضى في البيت، المركز المتخصص وغيره 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 وغيره. كل هذه عبارة عن إنجازات في مجال الصحة تم طرحها في منتدى دبي الصحي، والربط ما بين مختلف القطاعات والقطاع الصحي مثل ما ذكرت في البداية، ربط قطاع الطيران بالقطاع الصحي. وهذا يعني أريد أقول الناس في الواقع بتقول يعني شو لخص الطيران بالقطاع الصحي، لكن كل القطاعات متداخلة ببعض، لأن ما في حياة تمشي من غير قطاع صحي، من غير قطاع طيران، قطاع تعليم، قطاع كل القطاعات مرتبطة ببعض، لكن إحنا عندنا الذكاء الكافي إن إحنا نربط هذه القطاعات في بعض عشان نحسن خدمات جميع المستويات. ما نقول هذا قطاع تعليمي، هذا قطاع طيران يعني خدمته ممتازة لكن أنا ما أقدر أستفيد منها بالقطاع الصحي. الذكي من يستفيد من جميع القطاعات اللي متعلقة والغير متعلقة بالقطاع اللي يعمل فيه لتحسين الخدمات. ومن تجربة بعد من كلمات دكتورة منال تريم دائما كانت تقول أحيانا نحن نستفيد من خبرات القطاعات أو المجالات اللي ليس لها علاقة بمجالنا أكثر من استفدنا من المجالات اللي لها علاقة بمجالنا. يعني مثلا قطاع الطيران، قطاع الاقتصاد قد لا يكون مرتبط مباشرة بالقطاع الصحي، لكن ممكن نستفيد منهم خبرات خصوصا في مثلا إدارة القوى العاملة، في تحسين خدمة المتعاملين، أكثر من لو شفنا ممارسات قطاع طبي آخر. فدائما يعني واحد يكون ذكي لما يستفيد من الخبرات اللي حوالينا. وفي مثل قديم أحد الكتاب أعتقد قال استفد من خبرات غيرك، استفد من خبرات غيرك، فليس في عمرك وقت كافي لتستفيد من خبراتك أنت أو تجرب كل شيء تكتسب خبرات. فنستفيد دائما من خبرات اللي حوالينا. احنا وصلنا لنهاية برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة الإذاعية. إن شاء الله إلى أن نلتقي معاكم أنا يوم الأثنين القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.